في ساعات اخبار تجي لك كده تقعد تسأل نفسك هو ده ينفع؟ عندي خبر ان في 160 طالب حصل لهم او تعرضوا لفصل جماعي مرة واحدة من مدرسة. المدرسة هي مدرسة الشهيد خالد عبد العظيم الثانوية بتسوق في كفر الشيخ. هل فعلا تم فصل 160 طالب فصل جماعي؟ اللي عرفوا ان المعلومات اللي عندنا انه اهالي الطلاب نظموا وقفة احتجاجية. نشوف مقطع الفيديو ونرجع ندقق في هذه المعلومات. هتولع هتولع احنا ممكن نبقى نعرض مقطع الفيديو ده تاني، بس هو بالنسبة لي الفيديو ده بيقدم يعني بعض المعلومات. مسألة انه في فصل جماعي لطلاب دي لسه ما قدرش الفيديو ما يقدرش يوضح شيء من هذا القبيل، انما واضح ان في حالة فوضى عارمة. واضح ان دي شكلها هي مدرسة طبعا، واللي بيصور على فكرة مستمتع جدا وبيهزر وبيهرج وعايش حياته. واضح ان هم شوية طلبة من جوه بيصوروا حالة الفوضى اللي حاصلة والهرج والمرج والكر والفر، واحد ماسك خرزانة في ايده بيجري ورا العيال. ايه حقيقة هذا الموضوع في مدرسة الشهيد خالد عبد العظيم الثانوية بتسوق كفر الشيخ؟ معايا الأستاذ حسن السنهوري والد طالب مفصول. أستاذ حسن مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك يا فندم. أهلا بيك. كان في وقفة احتجاجية لأهالي الطلاب، حضرتك اشتركت فيها؟ لا يا فندم ما شاركتش فيها. طب ايه حقيقة ان في 160 طالب اتفصل، وهل ده صحيح؟ صحيح يا فندم. هو اللي فوجئنا بيه ان من حوالي 10 ايام جانا اختار من المدرسة ان اولادكم تجاوزوا مدة الغياب القانونية، وان الغياب ده مسجل على الداتا بتاعت وزارة التربية والتعليم. ايوه. توجهنا كاولياء امور للمدرسة مع عشان نستفتح حقيقة الامر. أيوة. فمدير المدرسه قال فعلا ان في اولاد مفصولين، وان الغياب جانا عن طريق الكشوف، جات لنا عن طريق مدير الاداره. الكشوف بتاعت الغياب جات لنا من الوزاره عن طريق مدير الاداره. طيب احنا كاولياء امور ما جناش انذارات بالفصل، ما جناش انذارات بالغياب. مفروض قانونا ان الطالب اذا غاب 15 يوم متصله بيبعت اول 5 ايام انذار، بعد 10 ايام بعت انذار ثاني، بعد 15 يوم بعت انذار ثالث، وفي الحاله دي بيتخذ اجراء قانوني بالفصل. طبينا بيه ان هو ما بعت، احنا كاولياء امور ما بعتناش انذارات، ما علمناش ان ولادنا ما بيحضرش. ف ثلاث انذارات، ففوجئنا ان هو حاطط 35 جواب فصل، وعشان يبعتهم 35 اسف انذار، كل ثلاث انذارات في جواب وقال في ظرف واحد، وبعتهم على البوسطه والبوسطه والبوسطه كتب عليها لمسه تدل على العنوان. سيادتك احنا في قريه، ما احناش في مدينه، احنا في قريه ريفيه. كلنا عارفين بعض.
كل اولياء الامور وكل مدير المدرسه عارف ولي امر واحد من احنا القريه. اذا كان مبرر ان ما وصلش الانذارات او ان البريد لم يستدل يا فندم، في مقفنات في المساجد في الحالات دي بتنادي فيها. في ممكن تكتب متكاتك يلف يعلم اولياء الامور ان اولادكم في خطر، الحقوا حضروا اولادكم او شوفوا عليهم انذارات او شوفوا عليهم غياب اذا لم يستدل عن طريق البريد. فاحنا بالفعل رحنا لمدير المدرسه يا استاذ جمال لو تكرمت، احنا ما عندناش خبر، احنا ما جبناش انذارات، لو تكرمت وقف انذاراتك لحد ما نشوف حل. جاء السيد مدير الاداره قال خلاص، بلغنا السيد، اتصلنا مع السيد مدير اداره التربيه والتعليم بتسوء، والراجل مشكورا نزل مع مجموعه من مجلس امناء الاداره، نزل لنا في المدرسه يوم السبت زي امبارح، نزل لنا في المدرسه يا فندم لو تكرمت انت بناء عليه عاوزين تفصلوا ولادنا، احنا ما جبناش انذارات. قال والله دي احنا كنا في اجتماع مع السيد وكل وزاره وجات لنا الكشوف عن طريق الوزاره، واحنا بلغنا المدارس اللي فيها غياب، هم في حوالي ثلاث مدارس تقريبا اللي فيهم او اربع مدارس اللي فيهم مشكله، مدرسه الشهيد خالد، مدرسه دسوق جمال عبد الناصر، مدرسه جمال عبد الناصر، مدرسه العجوزين، مدرسه الثانويه بنات. المدرسه الثانيه رفضت اتخاذ اجراءات الفصل او مجلس الاداره بتاعها رفض اتخاذ اجراءات الفصل. ده احنا المدرسه الوحيده اللي مصممين فيها على فصل الطلاب، احنا مجلس الاداره رفض في الاول عن قرار الفصل، مجلس الامناء رفض قرار الفصل، احنا كاولياء امور رفضنا قرارات الفصل بناء على بطلان الاجراءات الخاصه بفصل الطلاب. يعني ايه يعني ايه معلش يعني ايه كاولياء امور رفضتوا اجراءات الفصل؟ هو ده يعني هو ما جبناش انذارات، ما جبناش انذارات. لا لا ما انا قادر افهم، انا قادر افهم استاذ حسن، هو لما بيحصل قرار فصل هو انت هو انت بايدك، هو انت جهه اداريه ترفض ولا تقبل؟ انت انت ابنك انت ابنك بيتفصل وبتبلغ بالقرار مظبوط؟ لا ما فصلش لحد تاريخه يا فندم، لم نبلغ بقرار الفصل، لان لم ينزل قرار الفصل على تاريخه لحد النهارده. اتبلغ ان جايينا الكشوف من وزاره التربيه والتعليم مسجل على غياب 52 ليوم كل طالب، بناء عليها نفس كلام مدير الاداره على كده، قال ان طالما تجاوز، طالما جات الكشوف وبلغت الداتا على قاعده الوزاره يبقى بالتالي ابنك مش من حقه انه يسجل استمارته. انت ابنك لما ابنك لما بيروح المدرسه بيسمح له بالدخول يا فندم؟ انا 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 مشكله الغياب والحضور دي بيسمح بالدخول، بالتاكيد بيسمح بالدخول، ما فيش حد منع حد من انه يخش المدرسه بالامانه، عشان برضه ما فيش لكن ما فيش هيئه تدريس موجوده، ما فيش حد موجود في المدرسه، ابن هيقدر يعمل ايه في المدرسه اذا كانش هيئه تدريس مش موجوده؟ يعني حضرتك بتقول ان فعلا الولد ما بيروحش لانه ما فيش هيئه تدريس، يعني هو هيروح على الفاضي يا فندم؟ على مستوى الثانويه العامه، على مستوى مش على مستوى شباب الشهداء، على مستوى الجمهوريه كلها، في طلبه الثانويه العامه بيحضروا في المدارس؟ يعني اذا يعني استاذ حسن عشان برضو افهم اكتر، يعني عدم مرواح الطالب للمدرسة ده ما هوش مفاجأة بالنسبة للأهل، انت عارف ان هو ما بيروحش، لان ما فيش طالب ثانوية عامة في إدارة السوق التعليمية ولا في جميع الإدارات في كفر الشيخ ولا مستوى الجمهورية بيروح، ما فيش طالب في إدارة السوق التعليمية بيروح ثالثة ثانوي. امال عاملين المدرسة ليه؟ اتفضل اسال هم يا فندم. طيب انا سيدي اسال، انا ولي امر ليه؟ انت المفروض الحاجات دي تسالها للناس المسؤولين، الاولاد بيروحوا هل فيه مدارس ثالثه؟ لا انا 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 بسالك انا بسالك مش من باب المساءله او المحاسبه، انا بسالك من باب الدردشه عشان افهم بس الموضوع، لانه واحنا بنكلم حضرتك فريق الاعداد حاول يتصل بمدير المدرسه الاستاذ جمال الفيومي، بس الراجل ما عندوش رغبه في ان هو يتواصل معانا ومش هنقدر مش هنقدر نجبره يعني. لا مفيش حاجه يا فندم، احنا انا بتكلم معاك بمنتهى المصداقيه، اصل يا فندم مش دي مشكله ومش هنضحك على انفسنا ونقول ان احنا يعني ارمي المسؤوليه على طرف اخر، كويس؟ طيب انا بتكلم معاك بمنتهى المصداقيه. طب بص يعني لو انا فاهم برضو استاذ حسن غلط صححني. اتفضل يا فندم. دلوقتي المدرسه مطلعه قرارات فصل للطلبه على اعتبار ان هم ما بيسجلوش حضور، كانوا متغيبين. متغيبين نعم. دي واحد. نمرة اتنين حضرتك بتقول ان ما حصلش تمهيد او انذارات للاهل علشان قبل ما ياخد قرار الفصل، يبقى انت عارف كويس انك انت تقدر مثلا تعيد النظر في مسألة الحضور او شيء من هذا القبيل مع ابنك. نعم ايوه. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة بتقول ومعترف بانه فعلا هم ما بيروحوش لان هم لو راحوا مش هيلاقوا تعليم، لان ما فيش اساتذة تدرس على مستوى السوق. المدرسين المدرسه، المدرسين في جميع مدارس بيدوا دروس خصوصيه اثناء الدراسه، انت هروح ازاي؟
الساعة 9 بيكون في دروس، الساعة 10 بيكون في دروس، هو في المدرسة الطلبة هيروح للمدرس بيته ولا هيروح المدرسة ياخد حصة تعليمية؟ ما فيش مدرسين في المدارس. تمام تمام. طيب بص يا استاذ حسن، انا عايز حضرتك ان احنا نفضل على اتصال معاك علشان طبعا محتاجين يبقى في طرف اخر، ممثل وزارة التربية والتعليم او ممثل المدرسة او وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ، علشان نقدر نفهم احنا هنروح فين من هذه الخطوة اللي انا شايفها انها غريبة جدا جدا جدا. فصل 160 طالب مرة واحدة من مدرسة في محافظة كفر الشيخ في تسوق، ووضع زي كده. احنا بنتكلم دايما على ضرورة اصلاح منظومة التعليم، يعني بالطريقة دي الحقيقة المنظومة يعني ايدك منها والارض. لو هنتكلم بالطريقة دي انه هم ما بيروحوش، ما فيش اساتذة، واصل على مستوى كفر الشيخ ولا على مستوى في دسوق كلها، والتانيين بياخدوا قرار لفصل 160، في حاجة غلط بالنسبة لي. المنظومة كده ما ينفعش ابدا انها تستقيم. بشكرك وهرجع للملف ده مرة تانية. ده كان الاستاذ حسن السنهوري، والد طالب مفصول بمدرسة الشهيد خالد عبد العظيم الثانوية بتسوق.